يعتبر مكتب الرجاء المسيحي بمثابة ذراع من الأذرع المساعدة والداعمة للكنيسة المحلية، حيث يعمل على تأمين الآلية المناسبة للاستفادة من الهبات والمعونات من الأفراد والهيئات الاجتماعية لتحقيق رغبتهم في المساعدة ودعم البرامج الإنسانية والكنسية. وبهذا السياق نظم المكتب أمسية مريمية ومعرضاً للمنتوجات اليدوية يعود ريعها لدعم برنامج الطالب المحتاج. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. ربي بشر مريم العذراء. تحت رعاية سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، نظم مكتب الرجاء المسيحي سيدات عائلات الرجاء أمسية ترانيم مريمية بمناسبة عيد سيدتنا مريم العذراء أم الكنيسة، وذلك في كنيسة مار يوسف للاتين بجبل عمان. دعم الوحدة الكنسية، حيث أن مكتب الرجاء أبوابه مفتوحة لكل الطوائف المسيحية بشكل عام. يا عذراء لا مثيل لها، يا عذراء العذارة، خلصينا من خطايانا لنكون ودعين وطاهرين. وشارك في إحياء الأمسية المرنمون فاديا مجروح وميرا سميرات وعلاء سهاونة وعازف البيانو عيسى غطاس، بحضور الأب وسام منصور راعي الكنيسة والأب عصام الزعمط والأب ماريو والأب مودي هنديلة وعدد من الراهبات وجمع من المؤمنين وأعضاء مكتب الرجاء المسيحي، مقدمين فيها باقة من الترانيم المريمية المميزة بأصواتهم العذبة. وكل نجم بأهدى كيس وتأتي هذه الأمسية التي حملت عنوان أبسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك كدعم لبرنامج الطالب المحتاج، حيث يعمل مكتب الرجاء المسيحي على تغطية ودعم الطلبة المعوزين والعائلات العفيفة، حيث عرض في ختام الأمسية عدد من الأشغال اليدوية والأطباق الخيرية من إنتاج السيدات ليعود ريعها لدعم البرنامج ونشاطاته. بدي أذكر كمان أنه وراء مكتب الرجاء يوجد عائلات الرجاء، وهي مجموعة من 10 عائلات تقريباً بيجتمعوا مرتين بالشهر، بتأملوا في الإنجيل المقدس، بناقشوا موضوع ديني، وأيضاً بيعملوا أعمال اجتماعية. وأنا مقتنع أنه مكتب الرجاء ولد من صميم النشاط الروحي لعائلات الرجاء، فكيف الروحانية تترجم إلى أمور واقعية. وأفتخر بأنه في أبرشيتنا يوجد علمانيين وعلمانيات ملتزمين وملتزمات، ليس فقط روحياً وإنما أيضاً اجتماعياً في خدمة الفقراء الذين أوصى بهم السيد المسيح. كان هدف هاي الأمسية هي جمع التبرعات لمؤازرة ودعم الطالب الفقير، وكانت مشاركة كتير حلوة وفعالة، فيها أثر على الطالب المحتاج، وبيكون في إلها دور روحي كتير كبير في أنفس المؤمنين اللي شاركوا اليوم في هاي الصلاة وفي هذا التأمل والترتيل. أنا شخصياً بالنسبة لي عائلات الرجاء أو صندوق الرجاء جزء من حياتنا، وكل الدعم لإلهم والتقدير. وهي بتولون لم تزل بحق السلام الذي تلا جبريل من قبل الإله. أنت شفيع الأكرم.
عندك.